عملية التصحيح التقني مع بداية بس تداولات اليوم، لكن يعني شهدنا يوم أمس كانت انخفاضات على كل الأسواق الأوروبية بمتوسط 2% لكل، بينما الإيبكس أو آي بي إكس 35 الإسباني شهدنا أكثر من 3%. فهي فعليا الانخفاضات الحالية أو الارتفاعات اليوم هي ارتفاعات نوعا ما، نعتقد أنها ارتفاعات بداية الجلسة مع استمرار الانخفاضات مرة أخرى، يعني ارتفاعات زي ما قلنا 13 عشر تقريبا، لا شيء امام 2 و3% انخفاض سواء في الداكس او في الفوتسي او في الايبكس. فهي فعليا من الممكن تكون ارتفاعات محدوده فقط عند الافتتاح مضاربات، لكن بالاتجاه العام لازلنا نرى المزيد، بالاضافه ان احنا في شهر ماي، هناك مثل شائع دائما في الاسواق سيل ان ماي جو اواي، يعني ابيع الاسهم في ماي وانتظر حتى تعود بالضبط من الاجازه الذي ياخذونها دائما في هذا الوقت. اها طيب والناس جو اواي لم نذهب بعد، سنبقون مع الاسواق العالميه. طيب هناك نقطه كذلك غايه في الاهم ما يتعرض له الذهب في الفتره الاخيره منذ بدايه هذا العام، يبدو انه محير جدا، تحركاته كانت تربط دائما بحركه اليورو، حصل نوع من الانفصال او الانفصام بين هاتين الحركتين او بين هاتين السلعتين، فالى ما يمكن الان الاعتماد في تفسير حركه الذهب في ظل الضغوط التي تمارس عليه في كل مره. بالضبط، تذكر المره الماضيه كنا نتوقع انه نبقى فوق مستويات 1610 لكن عدنا الى الانخفاض مره اخرى 1550 بالضبط الان 1550، من الممكن يعني اليوم وصلنا عند حوالي 49 تقريبا 1549. هلا عندنا في اول شيء مستويات 1545 من ناحيه تقنيه عم نحكي، لكن من ناحيه منطقيه نوعا ما الملاحظ الان انه او يعني هناك بعض يعني الاصدقاء من الهيدج فوندز في 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 يو كي او في بريطانيا بشكل عام، الجميع قال لي نوع او شيء يعني نوعا ما ليس محيرا لكن هو شيء ذكي، هو بيع الذهب لتو ريز كاش او انه تو يعني انه يرفع السيوله نوعا ما خلال الفتره الحاليه لشراء الذهب في المستقبل بناء على الاكاذيب المستقبليه التي بدات فعليا بالظهور في الاتحاد الاوروبي. انه غير الاكاذيب، نعم. المقصود بالاكاذيب هو ان الاتحاد الاوروبي فعليا غير قادر في الوقت الحالي على حل المشكله اليونانيه، يعني التحول السياسي هو ما يعتبر احد الاكاذيب، انه الجميع لم يكن هناك توقعات بوصول اليساريين الى الحكم سواء في اليونان او في فرنسا الاشتراكيين. فهي فعليا الان الانخفاضات نوعا ما هي يعني كنوع ليس من التحوط لكنه نوع من رفع السيولة للتحوط في المستقبل مما يمكن أن ينتج عن ما سيحصل في اليونان، سواء في اليونان أو في إسبانيا، البرتغال، إيطاليا أو فرنسا. فيعني مستويات أول شيء اليوم نشوف مستويات 1545، هذه المستويات يجب النظر إليها بشكل كبير. إن تم اختراقها عندنا متوسط 100 يوم على المستوى اليومي للذهب عند مستويات 1510 تقريبا، تلك المستويات لا نعتقد فعليا ان نرى يعني اختراق لها، لانه لا ننسى تقرير الاي ام اف الاخير اظهر انه في عندنا دول في امريكا الجنوبيه قامت بشراء كم هائل من الذهب بالاضافه الى الهند مؤخرا ايضا. فهي فعليا الشراء كل انخفاض نرى انه هو فرصه للشراء للعوده للانخفاض الارتفاع عفوا مره اخرى، لكن الى اين فوق مستويات 1700 ممكنه جدا.